أكدت زوجة المخرج الكبير رأفت الميهي إن زوجها بيمر بحالة نفسية سيئة واكتئاب شديد، وإنه ممتنع عن الكلام على الرغم من خضوعه للعلاج من الاكتئاب من فترة طويلة، وده بسبب احتجازه في المستشفى لأكثر من 7 شهور، وكمان لأن مفيش حد بيزوره من الوسط الفني رغم إنه في حاجة شديدة لزيارة أصدقائه. الفنانة السورية أصالة بتناقض نفسها جدا، وده الكلام اللي قاله بعض المقربين جدا، والسبب انها قررت فعلا تعيش في دبي وتسيب مصر، ومع كده اعلنت انها متضايقه جدا من الاخبار اللي انتشرت مؤخرا واكدت الخبر. مش بس كده، دي اصاله حاولت تنفي الخبر بشكل رسمي على تويتر، وكتبت تغريده قالت فيها: انا في دبي لاعيد رسم ابتسامتي، لان الحياه تستحق ان نبتسم لها مع الدكتور الرسام مجد ناجي، ورجع للقاهره الساحره، وبعنكم اني اترك مصر. الفنان السعودي محمد عبده بعد ما نفى كتير جدا خبر انه هيشارك في برامج اكتشاف المواهب، اعلن خلاص بشكل رسمي انه هيدخل التجربة دي قريب جدا، وهيسافر لكل بلاد الوطن العربي عشان يختار المواهب بنفسه، وهيبدأ من لبنان. طبعا الخطوة دي اتقابلت باستغراب كبير جدا، لان تاريخ محمد عبده حسب ما اكد جمهوره اكبر واهم منه يشارك في برامج من النوعية دي. الفنان راغب علامة أكد أن التغريدات اللي بتحصل بينه وبين النجمة إليسا مش سببها الترويج لبرنامج إكس فاكتور اللي بيشاركوا فيه مع بعض دلوقتي، وقال راغب: والله العظيم أنا بحب إليسا وبعمل ده من قلبي، وبخصوص الحضن الشهير اللي حصل بينهم من فترة، قال ده حضن بريء وحصل لما إليسا قالت لي أنا بردانة. القريبين من النجم عادل إمام أكدوا أنه طلب مبلغ 1,000,000 دولار مقابل الظهور مع الإعلامي جورج قرداحي في أحد البرامج على قناة خاصة. المسؤولين في البرنامج جالهم صدمة من الرقم، وقالوا أنه مبالغ فيه جدا وأعلى رقم سمعوه وأعلى طلب حصل من أي نجم. المطربة الشابة ياسمين هتقول لنا بعد شوية إيه حكاية تزوير نتائج برنامج Arabs Got Talent، وإيه هي رسالتها للنجمة أحمد حلمي. خليكم معنا، ما تروحوش في أي حتة.